يا ترى شي مرة فكرت إنه في قدرة تقدر تمنع حدا إنه يزور أهله؟ أكيد لا، ومليون لا. طيب ليش؟ ببساطة لأنه مو ظابطة. الشعبين السوري واللبناني واحد، أي واحد، هدفنا واحد، وجعنا واحد، نحن واحد، طول عمرنا واحد وما كان في شي يفرقنا. هي العيلة يلي اسمها سوريا ولبنان، أولادها أنا وأنت وهو وهي ونحن كلياتنا. هي العيلة بتطبطب على قلوب بعض رغم كل اختلافاتنا وانقساماتنا كمان. وجعكم وجعنا، نحن معكم. هذا الشيء مو رد جميل ولا واجب، لا، هذا الشيء طبيعي بين الأخوة بيصير. ما نو واجب لا أخلاقي ولا إنساني ولا وطني ولا قومي ولا عروبي ولا أي شيء كان، ببساطة لأنه نحن عيلة. هي العيلة من واجبة بتكون جنب بعض بالملمات، وأنتوا أساساً دافعين سلف بالدم. صح يا أخواتي، هالمرة الوجع كبير وكتير، بس يا ما مرقت على راسكن محن وطلعتوا منها أقوى كمان، وبشر الصابرين. هلأ حدا يجي وبيقول لي ما عاد هالقلب بيتحمل، وشو بده يتحمل ليتحمل؟ بدنا نعيش مثل أي حدا تاني عم يعيش. صح، معك حق، بس أنت وأنا مو أي حدا تاني، أنت وأنا، أنت لبناني وأنا سوري، وهذا الشي لحاله بكفي. عفكرة هالمرة لمينا على بعض زيادة وتوحدنا أكتر، تجاوزنا كل الانقسامات السياسية المناطقية المذهبية ولك حتى الطائفية. شفنا كيف ابن الشمال استقبل أخوه الجنوبي بلهفة وشوق، شفنا كيف تشاركنا المي والأكل وكل شيء كمان. أما أخوكم السوري أصلاً بابه مفتوح وما في داعي حدا يدلكن على الطريق، لأنه أنتوا بتعرفوا الطريق على بيته منيح. بتعرفوا كمان حتى قنينة المي تقاسمناها من سيارة لسيارة، وهالصورة رح يخلدها التاريخ. بتعرفوا إن وضعنا صعب من 14 سنة لليوم، بس هذا الوضع الصعب ما بيخلينا أبداً إنه نسكر باب بيتنا. بتعرفوا أساساً باب بيتنا بحياته ما تسكر، مفتوح دايماً وما منعرف نسكره. بتعرفوا كمان إنه نحن اليوم قدرانين نتشارك كسرة الخبز سوا، اللقمة قدرانين نتشاركها بالنص، طول عمرنا هيك نحن. ويلي بده يصير عليكم بلبنان حيصير علينا نحن بسوريا، لأنه نحن ببساطة عيلة وحدة، وبين العيلة الوحدة بصير أشكال وألوان، ومنقول بالعامية إنه حتى مصارين البطن بتتخانق، وبالسحارة البندورة منلاقي المنيح والقبيح. ومثل ما منقلكن دايماً، إذا ما وسعتكن بيوتنا بتوسعكن قلوبنا وعيوننا كمان. عندي ثقة وكلنا عنا ثقة إنه رح ترجعوا مرفوعين الراس، رح ترجعوا. وسلامات للبنان من شماله لجنوبه، من شرقه لغربه. سلامات.